سنة سيد القائد. أتمنى لك الموفقية والنجاح في خدمة أهلك وناسك ومحافظتك إن شاء الله، بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. الله بالخير. شلون صح السيد؟ القوات الأمنية شريك أساسي في دعم مؤسستنا التربوية، ونعول عليهم الكثير، ولهم دور كبير في مفاصل مؤسستنا التربوية. قبل أيام كان لهم دور كبير صراحة في دعم مراكزنا الامتحانية وحماية مراكزنا الامتحانية، كان دورهم فعال كبير الحمد لله في استجباب الأمن وهذه المراكز، والحمد لله الأمور كانت في الاتجاه الصحيح. واجبنا تقديم الخدمات الشرطوية لكل أبناء المحافظة لكافة قومياتهم وطوائفهم، أبناء المحافظة أبناء البلد بصورة عامة وأبناء المحافظة بصورة خاصة. واجبنا هو حماية المواطن، أرواح، ممتلكات، أعراض الناس، وكذلك النقطة المهمة هي حفظ كرامة المواطن. فهذا المبدأ اشتغلنا عليه وطبقناه. قيادة الشرطة هي قيادة داعمة لكل دوائر ومؤسسات الدولة بالمحافظة، ومنها مديرية تربية نينوى اللي نعتبرها الأساس الرئيسي في إنشاء جيل كبير يعتمد في مبدأ عمله على المهنية والمصداقية والعدالة ونشر ثقافة التسامح في البلد. أتمنى لك الموفقية والنجاح.